بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج نفسي نفسي. الصحة والمعرفة هم أفضل طبيبين نفسيين، فحيثما كان البدن صحيحا والعقل سليما فلن تجد العقد والاضطرابات النفسية سبيلا إلى النمو. وفي برنامجنا بنركز على جودة الحياة الصحية، والنهاردة عندنا موضوع مهم جدا ويعني شائع بيهم كل بيت وكل أسرة، وهو الصحة النفسية عند المراهقين. ولكن قبل التطرق إلى موضوعنا يجب أن نوضح مفهوم الصحة النفسية. الصحة عموما كما تعرفها منظمة الصحة العالمية هي جودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ونضيف إليها الروحية. وبما أننا بنركز على جودة الحياة النفسية في برنامجنا، فالصحة النفسية عموما هي تحقيق الهناء النفسي للإنسان وتحقيق أهدافه أو إعانته على تحقيق أهدافه بفاعلية في الحياة. وموضوع الصحة النفسية عند المراهقين برغم أنه موضوع يعني شائع ولكن الوعي فيه قليل جدا. والنهاردة بنستضيف في الاستوديو دكتور إبراهيم السيد، أخصائي الصحة النفسية والطبيب النفسي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ. مبدئيا دكتور إبراهيم، مفهوم الصحة النفسية عند المراهقين، كيف تفكك هذا المفهوم؟ هو زي ما حضرتك بدأت في أول الحلقة في تقديم موجز وبليغ، ده التعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الصحة النفسية، الويل بينج أو الحياة الجيدة، وليس معناها الخلو من المرض. مشكلة أحد المشاكل المنتشرة في مصر إن ما دام الطفل ما بيشتكيش من سبب عضوي أو مظهر مرضي من مظاهر المرض، فهو يبقى ده معناه انه سعيد او معناه انه يعيش مراهقة سعيدة او يعيش طفولة سعيدة، ويبقى الاب والام راضيين عن نفسهم جدا، مقارنة بالمراهق اللي باصص من الناحية التانية انه حاسس بالوحدة وبالاهمال وبانه غير متحقق وغير موجود، وتبدأ هنا بداية فكرة الاضطرابات. صحيح. يعني مفهوم فالاول لازم برضه نوضح ان ما دام احنا الحلقة بالاساس عن الصحة النفسية للمراهقين اللي هو تقريبا من سن 12 سنة لسن 18 سنة، بتزيد شوية في بعض الأماكن حسب الاختلافات الثقافية، حسب حجم وجوده في بيت العيلة، حسب إمتى بيبدأ ينفق على نفسه، بس تقريبا من سن 12 لسن 18 ده الستاندرد. ويظل فيه في مصر ممكن نبقى من 9 سنين نظرا للمتغيرات الكبيرة اللي بتحصل في الجسم وفي الميديا وفي الإعلام وفي التعليم وفي كل وسائل الاتصال الحديثة، فبنقول ده حتى مشاكل المراهقين اللي كانت بتبتدي في سن 14 سنة من 15 سنة لا أصبحت ممتدة من 9 سنين ومن 10 سنين بنشوف أطفال بيتصرفوا كمراهقين عندهم مشاكل تخص هرموناتهم أو تخص أفكار ليها دعوة بالاستقلالية وليها دعوة بالتحقق. طبعا احنا متفقين بأن 5 سنين من الحديث السياسي المكثف يمكن نسانا شوية أولويات أهم عن مفهوم الصحة كويسة. تمام. يعني بنستخلص من كلام حضرتك ان مفهوم الصحة ليست الخلو من غياب المرض، ولكنها جودة الحياة. جودة الحياة سواء كانت حياة جسدية او نفسية او اجتماعية او روحانية او روحانية طبعا او مجتمعية، بمعنى يبقى في مجتمع قابل للنمو، قادر على تقديم احتياجات للافراد اللي ساكنين فيه، حي فيه خدمات، فيه مستشفى، فيه مدرسة، فيه نادي، فيه شارع، في مساحات عامة، في مساحات خاصة. ده جزء من فكرة الصحة الجيدة أو الصحة بصفة عامة، لأنه ما ينفعش يبقى عن متوقعين مثلا من مرضى عايشين أو مراهقين عايشين في أماكن ضيقة، بيروح مدرسة فيها 90 طالب، بيتحرك في شوارع شديدة الزحمة في بلد. هنا بقى دور البيئة والتكيف مع البيئة، أو دور الوعي، دور المعرفة زي ما قلت يا أستاذ سعيد. ينفع نبقى عايشين في دولة فقيرة، وينفع نبقى عايشين في شوارع مكسرة، وينفع نبقى عايشين 90 مليون في شريط ضيق من العاصمة والوادي والدلتا وليس في باقي الجمهورية، ازاي هنعيش في دولة؟ هو ده السؤال، وده اللي بيفترض المسؤولية على الأهل وعلى المواطنين نفسهم. طبعا ازاي هنعيش وسط الظروف الصعبة دي؟ صحيح. مش هو ده مفهوم تبقى مبرر
أو مفهوم الصحة النفسية اللي هي القدرة على تحمل الضغوط وتحمل كرب الحياة، وإن الواحد ما ينهارش بمجرد إن الضغوط زادت عليه، بل يتحمل هذه الضغوط ويقوم تاني يواجه الحياة. أو إزاي إن الأهل بيقدموا طول الوقت رسائل سلبية عن المستقبل، دي تخص قلق الأهل من مستقبل هما مش عارفينه. بس بالنسبة للمراهق اللي عنده 12 سنة هو بيبقى محتاج حاجتين تانيين. هنا بقى في سؤال، يعني كيف نتعامل مع المراهق؟ احنا غالبا بنتعامل باسلوب المنع والقمع مع المراهقين. كيف نتعامل مع المراهق؟ هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل مع دكتور ابراهيم السيد. شكرا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. بنتكلم النهارده على الصحه النفسيه عند المراهقين، وكان سؤالنا قبل الفاصل هو كيف نتعامل مع المراهق. دكتور ابراهيم، احنا دايما بنلاحظ ان الاهل بيستخدموا اسلوب المنع والقمع مع المراهقين، لا تفعل كذا وافعل ولا تفعل، واسلوب الامر وليس الطلب. يعني في فرق كبير جدا طبعا ما بين اني امر وما بين اني اطلب. فالامر يعني يمكن بيثير مشاعر المقاومه والحمايه وما الى ذلك. ما الفرق بين الامر والمقاومه، وكيف نتعامل مع المراهق او نطلب منه شيء او نوجهه؟ وفي طريقه ثالثه اللي هي طريقه الاجابه او الموافقه النهائيه، ان كل ما يريده المراهق يتم تحقيقه باعتبار ان هو مسؤول عن افعاله، او انه اي طلب يطلبه هو لازم يتحقق. مع طريقه اللي هي طريقه المنع، لا تعملش كذا، او طريقه القهر اللي هو لو عملت فيتم عقابك عقاب شديد مهما كان حجم الجرم بسيط، او الطريقه الثالثه اللي هو التساهل الكامل، بيتعامل معاه كبالغ، بنديله مصروف جيب كبير، بنديله في يمكن طريقه كمان الايحاء كمان ليه وضرب المثل. المقارنه. هناخد في تقرير معانا دكتور ابراهيم، هنشوف التقرير ونرجع تاني. المرور بمرحلة المراهقة صعبا على أي إنسان، لأن المراهق يتعرض إلى ضغوط كثيرة، فهو يريد أن يكون محبوبا، أو أن يكون متفوقا في مدرسته، أو أن يتماشى مع العائلة، وأن يتخذ قرارات كبيرة. لا يكون المراهق قادرا على تجنب معظم تلك الضغوط، لكن شعور المراهق بالحزن الشديد وباليأس وبعدم القيمة يمكن أن يكون علامة إنذار تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الصحة النفسية لدى المراهق. قد يحتاج المراهق إلى مساعدة إذا كان يعاني من العلامات المذكورة أعلاه، أو إذا لاحظ وجود أي مؤشر من المؤشرات التالية: الشعور بالغضب المتكرر أو بالقلق الشديد، الشعور بالأسى لوقت طويل بعد خسارة إنسان أو موته، الاعتقاد بأن أحداً ما يسيطر على عقله أو أن عقله خارج أي سيطرة، تناول الكحول أو المخدرات، الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صارم، إيذاء الآخرين أو تحطيم الممتلكات العامة، أعمال طائشة قد تؤذي المراهق نفسه أو الآخرين. إن معالجة المشاكل النفسية التي تصيب المراهقين أمر ممكن، ومن أجل الحصول المراهق على المساعدة يجب أن يتحدث المراهق عن مشاكله إلى والديه أو إلى المرشد الاجتماعي أو إلى الطبيب. بنرجع تاني مع دكتور إبراهيم السيد نتكلم على صحة المراهقين النفسية. دكتور، هل يعني احنا شفنا في التقرير ان في تغيرات جسمية وبيصاحبها تغيرات نفسية، ما هي التغيرات النفسية؟ ما هي ابرز التغيرات النفسية وكيف نتعامل معها؟ هو يمكن من اهم النقط اللي في التقرير ان هي بتقول لنا علامات خطر لازم نتعامل معاها لو احنا اهل او من اللي عايشين مع المراهق دوت، سواء من مقدم الخدمة الاجتماعية في المدرسة او من المدرس الاقرب ليه او جاره او اب او ام. انه معنى وجود التغيرات اللي احنا شفناها في التقرير دي معناها ان الموضوع اكبر من مجرد احتوائه بشكل اب وابنه او شكل
داخلي جوه العائلة، لا ده معناه ان محتاجين شخص اكثر احترافية، او شخص دي شغلته بالعامية ان هو بيشتغل في مجال الاخصائي نفسي للمراهقين، صحيح. او طبيب نفسي للمراهقين، او اخصائي اجتماعية في المدرسة الاول. يقصد احنا لازم شبكة الدعم دي مهمة مع العلامات الخطر اللي في التقرير، صحيح. بالذات احنا اشرنا اشارة سريعة لاضطرابات الاكل او علاقته بحمية غذائية بعينها، انه فجأة قرر انه يكس، او فجأة قرر ان هو في اضطرابات اكل تانية منتشرة وسط الفتيات المراهقات، سواء سوء الشهية العصبي او البوليميا نيفروزا او البنج ايتنج اللي هو كل ما تبقى متضايقة تصحى بالليل تاكل كتير جدا، فمزيد من الوزن الزايد في سن المراهقة صحيح. بيبقى مسبب اساسي لفكرة القلق، اللي مربوط بكونها اصلا مربوط بحاجة لها هرمونية ممكن مش هيستمر اكتر من سنين المراهقة. فافضل حل هو دايما تقديم معلومات عن حالا زي ده اللي هنعمله حالا دلوقتي. هو المراهق اللي عنده 12 سنه دوت جسمه بينمو بمعدل قد ايه؟ كل يوم في تغير في خلاياه، بتكبر خلاياه، خلايا مخه بتتكون، خلايا اعضائه بتكبر، هرموناته الجنسيه بتبدا في الظهور، وبينتقل من مرحلة بينتقل اللي من هي الطفولة مرحله إلى مرحلة تانية. بنقول من مرحله هي محكومه بالضبط الاجتماعي زي المدرسه الابتدائي والاعدادي، وصولا ل ومحكومة بالتحكم محكومة وافعل ولا بالتحكم. تفعل. فجأة بقى هو شخص عنده 12 سنة بيرتبط بذكور آخرين، بيقارن نفسه بيهم، ظهر بيظهر له بقى الأنا والكرامة. فيبدأ تظهر عنده المشاكل دي. أنا مين وسط هذه المجموعة من الذكور لو أنا في مدرسة ابتدائي إعدادي؟ طب إزاي أبان وسط الـ50 دول؟ لأن دي احتياجات أولية لكل مواطن صحيح. حقه. بنستخلص كمان من كلام حضرتك يا دكتور ان لازم يكون عندنا رخصة لمواجهة هذه المشكلات، يعني اللي بيتعلم السواقة بيروح برخصة يطلع رخصة عشان يعرف يسوق، بالظبط، كذلك اللي مقبل على الجواز محتاج ياخد دورة مشورة، في الإرشاد مشورة دورة، الأسري أو يحضر أو يحضر بعض من الجلسات المشورة، علشان يقدر. احنا بالظبط. كمان بننوه اعزائي المشاهدين على سؤال حلقتنا النهارده، هو كيف تتعامل مع المراهق؟ في ارقام هتظهر على الشاشه، مستنيين ان شاء الله مشاركتكم حول هذا الموضوع. بالنسبه للتغيرات الجسدية، الجسميه الجسديه والسريعه، هي بتحصل طبعا في خلال سنتين بيحصل تغيرات كبيره جدا. بيحصل ان في واحد طوله بيزيد يا دكتور، وفي واحد طوله بيتاخر شويه في فاللي طوله بيزيد ده ممكن بيأثر على حالته النفسيه، واللي طوله بيتاخر مثلا نضجه بيتاخر بيحس بحاجه حاله من الاحتقار الذات او تاخر يعني. عاده المشكله في سن المراهقه انه بعيدا عن الشكل الجسدي للمراهق، بيبقى عندنا مراهق جسده مظبوط تماما في الوزن المثالي، جسده رياضي، عنده هوايه، بس هو حاسس بمشكله انه خجول، فدي بالنسبه له بتسبب له ديستريس او ضغط عصبي كبير جدا، مساوي للشخص التاني اللي هو قاعد جنبه في البنش، اللي هو قاعد جنبه في نفس الفصل لكنه اقصر قامه، ما عندوش ميول رياضيه، جسمه مش مظبوط، عنده مخاوف تانية تجاه التعامل مع الفتيات، عنده مخاوف كامله تجاه مستقبله، وان هو انسان قليل جدا، وانه شكله كده، وانه مش محدش بيحبه، ويبقى خجول برضه، ويبقوا الاثنين بيعانوا من نفس المشكله مع اشكال ظاهرية مختلفة. جميل. واحد ممكن يبالغ في الانبساط وفي الضحك وفي المقالب وفي الكلام ده كله بحثا عن أصدقاء، والتاني ممكن ينزوي ويبقى بيقعد آخر واحد في الصف، يجاوب آخر واحد، بيجيب الدرجات المتوسطة، هو لا يسبب أي مشاكل خوفا هو ده. أنا من أمثلة الصدام ده نوع من التمرد، سواء بالانطواء أو أو طبعا بإثارة المشاكل. يعني في السن ده يعني اولاد بيعملوا مشاكل وبيتمردوا سواء في المدرسه او في البيت، احنا وفي بينطوعوا على نفسهم. احنا بنلاحظ في السنين اللي فاتت حجم التمرد المبالغ فيه ضد فكره السلطه، اللي هو ضد فكره المدرسه، فانا مش عايز اروح المدرسه، انا افضل اقعد في البيت واخد دروس خصوصيه. دي بتبقى اولا ايه؟ اولا رغبه من الطفل نفسه او الطالب او المراهق نفسه اللي مبقاش طفل، انه يتخلص من هذا العبء. دور المدرسه في سن المراهقه هو ضبط اجتماعي، انت ملتزم فجأة بميعاد للحضور، لميعاد للانصراف، بأداء واجبات، بالتعامل مع الآباء اللي هم المدرسين، بس هم مش آباء، الأهل في البيت مهما كانوا بيعملوا أخطاء سواء في العقاب أو في الثواب بيظلوا في حب غير مشروط بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها. في المدرسة الأمر مختلف. فواحد من المشاكل إن سن المراهقة في مصر مرتبط بالمدرسة بينما الأهل غايبين بالكامل،
فتبدأ يظهر الأهل لما المدرسة بتشاور بتقول أنا عندي ابن بيعمل كل يوم مشكلة وبيتخانق مع بقية زمايله، أنا عندي ابن بيضرب زميلاته، عندي ابن بيتخانق مع مدرسينه. هنا بيبدأ دور الأب يظهر. اللي احنا هدفنا من البرنامج دوت يمكن في الوقت القصير اللي قدامنا إن لأ، سن المراهقة 12 سنة دي مش علامات مقياسية معيارية معناها إن لازم سن 12 سنة يبقى مراهق. دي حاجات هي بتبتدي بتمتد ل 18 سنة؟ من لحظة الولادة. أنت بتتعامل مع كائن من لحظة ولادته، إزاي قادر تتواصل معاه؟ مين اللي يقدر يتواصل معاه؟ وإزاي؟ ومعظم المشاكل النفسية هي مشاكل تراكمية تراكمية في الأساس. تراكمية نقطة بتؤدي لنقطة. طفل تم إهماله، هو كان مفرط الحركة شديد الذكاء ولكن مفرط الحركة قليل الانتباه، يتم تعنيفه طول الوقت. فهو داخل سن المراهقة بيتعامل مع نفسه كفاشل. في الوقت اللي باقي من الحلقة دكتور، يعني كيف نوجه المراهقين؟ يعني سواء ازاي نطلب منهم طلب، وازاي نكلمهم اللغة، يعني الحوار بيننا وبينهم تكون يعني انا يعني شايف ان اغلبية الحوار السائد هو حوار سلبي، وانت كذا، وبيكلموا بإثارة مشكلات الماضي وانت فعلت كذا. او يعني دايما في يعني هنتكلم عن الطرق الغلط اللي بيتبعها الاهل. الاهل بيتبعوا طريقة المقارنة، انت مش زي فلان، فلان احسن منك. صحيح. انت عندك واحد اتنين تلاتة، فلان ما عندوش حاجة خالص. ودي طريقة خاطئة. دي طريقة خاطئة وبتبقى من البداية، حتى مش بس في سن المراهقة. وكمان احنا كمان مش بننتقد الفعل، بننتقد الشخص مش الفعل. مع ان ممكن اي انتقاد يوجه للمراهق يتم عن طريق احتوائه. اولا افهم احتياجاته. انا عارف ان انت عندك 14 سنة وبدأت تظهر عندك ملامح رغبة جنسية. رغبة جنسية دي معناها كذا، وبتتكون من الجهاز العصبي كذا، وبتتحول للجهاز التناسلي بالشكل ده. مجرد زي رغبتك في الجوع، زي احساسك بالرغبه في التبول، دي حاجات جسديه انت لازم تحس بيها، ما تحملهاش اكبر من حجمها. المعرفه المسبقه للمراهق هي اللي هتحميه من بقيه المشاكل. تاني حاجه لفكره الاحتواء والتقدير. وسط 20 شخص ما ينفعش هو يتكلم فاقول له لو سمحت اسكت، دي قعده ناس كبيره. هو ممكن يبقى عايز يثبت انه موجود. تمام. فيبقى هنا من دياله مساحه جوه البيت يقدر نقدره فيها. لو هو بيحب اي هوايه يتم تقدير الهوايه دي، لان احنا مش حكام، احنا مش في الاولمبياد او في كاس العالم. تمام. هو بقى يعني اللي بنستخلصه من كلامك يا دكتور ان احنا لازم نراعي في تربيه الاطفال، او سواء كانوا اطفال او مراهقين، اسلوب الاحتواء واسلوب نمنع التعاطف. نمنع المقارنه. صحيح. ونمنع المقارنة، سواء مقارنة بالماضي، وننتقد الشخص وليس ننتقد الفعل وليس الشخص. انت فعلت كذا، هذا الفعل كريه، ولكن انت شخصيا مش وحش. ويبقى الانتقاد مصحوب. في حلقة قادمة ان شاء الله بنشكركم، بنشكر حضرتك يا دكتور جدا. شكرا. على المعلومات المفيدة دي. شكرا جزيلا، والى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع جديد من نفسي نفسي. شكرا.